السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم 6/2/2022 عم نعمل مقارنة بين حقلين أو أغصان تم جلبها من حقلين متجاورين. هذا الحقل تم رشه بالزيت الشتوي في العام الماضي، وهذا حقل مجاور لم يتم معالجته بالزيت الشتوي ونحاس من وبيد حشرة في العام الماضي. كما نلاحظ الفروقات واضحة بين هذين الحقلين. هذا الغصن اللي تم معاملته رقم واحد بالزيت الشتوي والنحاس ومبيد الحشرة، نظافة مقبولة إن شاء الله من القشريات وبيوض الحشرات. هذا الحقل حقل مجاور، حقل رقم 2، لم يتم معاملته بالزيت الشتوي في العام الماضي. يعني عم نلاحظ الفروقات واضحة بين الحقلين. طبعا هاي هذا الغصن، وهذا من الحقل الذي لم يتم معالجته بالزيت الشتوي. كما نلاحظ كثافة عالي لبيوض الحشرات والحشرات القشرية. هذا الحقل نظافة مقبولة إن شاء الله. طبعا ما بنقول نظافة تامة لأنه بده معالجة، كان السنة الماضية في إصابات كثيفة، بس يعني تحسن كبير بعد المتابعة إن شاء الله يصير نظافة تامة إن شاء الله. طبعا نرجع ونركز على موضوع خلط الزيوت الشتوية المجربة والفعالة مع النحاس والمبيد الحشري بشكل صحيح.